أشتكي حالي لله يلي ما غيره أحد هو الواحد العالم عن ظروفي يلا سألتك يد العطايا إنك تسامحني وتغفر خطايا جيتك مرتجيك وخايف من عذابك أمانة يا ربي تأثرت من هالبلايا إني أعاهدك وتغفر خطايا قبل يوم تحاسب فيها المنايا أنا واحد من عبادك مرتجي حسابك يوم القيامة هونها عليا يوم القيامة هونها اغفر خطايا يا ساتر الحال استر عليا قبل الممات قبل الممات.